شخصيتنا لهذا اليوم ولد في 23 جماد الأول من عام 1327 هجري، الموافق 12 يونيو من عام 1909، وهو فقيه وأديب وقاضي، ويعد من كبار أعلام الدعوة الإسلامية والأدب العربي في القرن العشرين. كان أديب، كتب في كثير من الصحف العربية لسنوات طويلة، عمل منذ شبابه في سلك التعليم الابتدائي والثانوي في سوريا والعراق ولبنان حتى عام 1940. بعدها ترك التعليم ودخل سلك القضاء، فأمضى فيه 25 عام من قاضي في النبك ثم في دوما، ثم انتقل إلى دمشق فصار القاضي الممتاز فيها من عام 1943 إلى عام 1953، ونقل مستشارا لمحكمة النقض في الشام، ثم مستشارا لمحكمة النقض في القاهرة أيام الوحدة مع مصر. كلف بوضع قانون كامل للأحوال الشخصية عام 1947. في عام 1963 سافر إلى الرياض مدرسا فيها، ومن ثم سافر إلى مكة ليمضي فيها 35 سنة، فأقام في أجاد مجاورا للحرم 21 سنة، ومن عام 1964 إلى عام 1985، ثم انتقل إلى العزيزية فسكنها 7 سنوات، ثم انتقل إلى جدة. بدأ برنامجه مسائل ومشكلات في الإذاعة ونور وهداية في التلفزيون السعودي، بالإضافة إلى البرنامج الأشهر على مائدة الإفطار. لديه من الأبناء 5 بنات. توفي بعد عشاء يوم الجمعة 18 حزيران عام 1999 الموافق 4 ربيع الأول عام 1420 في قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بجدة، عن عمر يناهز 90 عام. ودفن في مقبرة مكة المكرمة في اليوم التالي بعدما صلي عليه في الحرم المكي الشريف. أكيد عرفته، أديب الفقهاء وفقيه الأدب.